السن كبير، خلينا معترفين. احنا السن مش كبير. عشان بص احنا انا مش عايزين بقى نقول ايه بميكيالين، لان انا قعدت هنا مع شريف عبد الفضيل لو تفتكر، وكان ابراهيم موجود لما اتكلمنا في حته امام وحمدي فتحي، تمام. وانت سالتني سؤال على الاستثمار، وانا قلت لك انت بتسال على على الماده، وهو قام مكلمني في الاستثمار اللي هو ايه العمر. اوكي. يرد بقى مش 35 كبير، ثواني بس انا ما بقولش من دوري وائل. مهمور. طب انا اسمعني، انا معاك. اسمعني انا بك... انت لعيب جاي لك من بروسيا دورتموند، ماشي؟ اكيد طبعا انت يعني وانت يعني عارف كل الناس كلها عارفه وانت النادي ده عامل عارف ان ازاي. اللعيبه دي لما بتيجي وانت حتى بتبقى معانا كده في لغه الكوره تقول ايه، هو جاي يبطل هنا، مبطل فجاه يلعب في مصر، مبطل راح يلعب في السعوديه، مبطل راح يلعب مش عارف ايه. ساديو لان احنا ماني، لازم ساديو ماني نتكلم، لما راح لازم السعوديه نتكلم في هل راح السن، مبطل؟ لازم لا، نتكلم في السن. ساديو ماني 30 سنه، 35 سنه.